السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت لكم فيديو جديد، جيت نشارك معكم طريقه التحضير ديال الرخامه بطريقه بسيطه وبمقادير كذلك بسيط، ونتمنى انها تعجبكم. بالنسبه للمقادير، هنا احتاجيت نص كيلو ديال الكاوكاو. الكاوكاو من الاحسن يكون ديك الصغيور، هذا كيكون فيه واحد البنه زوينه، ومع باكيه نتاع البسكوي. بسكوي مهم، انا غنوريكم نوريكم الماركه نتاعو. 200 غرام اللي كتكون فيه 200 غرام، اما داك ماريا ولا جيلون ولا اي واحد عندكم، ولا حتى ديك هيرني زوين. المهم اي ماركه كتستعملوها. كما شفتوا انا هرمشتهم شويه، ماشي لدرجه انني ولاو غبره، مش هكا ملي كناكلوها كتبقى لنا فيها شويه ديال التقرميشه. مهم، في الاول كل حاجه طحنتها بوحدها، من بعد كنخلطهم، كنحاول ان نخلطهم، كندفعوا عليهم كاس ديال العسل. بالنسبه للعسل ممكن تستعملوا العسل او النسلي، حتى هو كيعطي مذاق زوين. وهكا كنبقاو كنخلطوا فيه حتى كتولي لنا ديك العجينه كتجمع. صافي هكاك، صافي ما كنزيدوهاش العسل باش ما تجيناش عاوتاني معلكه بزاف اكثر من القياس. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا، انا كما كتشوفوا راه خديت الاطار، اطار اللي مثلث في الاول، بعدا خديت بلاطو درت عليه بابي كويسون ودرت الاطار ديالي بحال هكا، وعاد بديت درت فوقه زعما الكاوكاو، وبديت كنعيطالي باش هكا ما يبقاولناش الجوانب بزاف ونضطروا اننا يجينا داكشي يعني لي شيب بزاف. وهنايا ذوبت الشوكولاط الكحل، بالنسبه للشوكولاط كحل دوزو باماري، والنوعيه اللي استعملت شوكولاط عادي داك 5/5، وكنديرو من الفوق، من فوق الكاوكاو ديالي، وكنخليه حتى يبرد. وهنايا كنخليو الشوكولاط ديالنا حتى كيبرد، ما كندخلو لا الثلاجه لا والو، حيت الا دخلنا للثلاجة غيبرد واحد، غيبرد لنا بزاف، وهكا في التقطاع غيصعب علينا، خصوصا الا كان الحال بارد. من الاحسن انكم تخليوها على برا. وصافي، دابا هنايا الطبقه الاولى اللي درنا ديال الشوكولاط راه جمدات، غادي نحيد الاطار وغادي نقلب على الجهه الثانيه اللي هي فين غيكون الزوق ديال الرخامه. بالنسبه لما كنبغيو نقلبو كنستعملو نفس الطريقه الاولى، اللي هي كناخدو بلاطو وكنديروا عليه بابي كويسون او اي حاجه يعني هكا اللي عندنا مسطحه غتجينا، ما غاديش باش ما يتهرسناش، ديروا بابي كويسون وكنقلبوا. بالنسبه داك بابي كويسون كاع ما كيضيع، كنستعملوه من بعد، يعني هكا كيساعدنا، من الاحسن اننا نستعملوه. بالنسبه للطبقه اللي غادي يكون فيها الزواق، هنايا خديت الشوكولاط الابيض وضفت عليه واحد القطعه، يعني الكميه ديال الشوكولاط الابيض هي الغالبه، كنضيف عليه واحد 3 ولا 4 ديال الشوكولاتات في الاسود، وصافي باش كيعطينا هاد اللون اللي كيجي بحال رمادي، بحال قهوي بارد، بحال كيجي زوين بزاف. ممكن انكم تستعملوا غير البيض اولا غير الكحل. صافي هنايا، وكنخوي على الكيكه ديالي، ماشي الكيكه، كنخوي على الكاوكاو ديالي من الفوق، ومن بعد كناخذ واحد البلاستيكه اولا هكا ديك اللي كنزوقوا بها كتكون بحال الشوكه، كندير بها خطوط الشوكولا الاسود، وكنبدا ندي الموس. الطريقه ديال الفايده برا ولات معروفه، كندي الموس بحال هكا على اليمين ونعاودو على اليسار، على اليمين وعلى اليسار، حتى كنحصل على هذا الشكل هذا. وصافي كنخليه حتى هو كينشف غير على برا، ما نضطرش انني ندخلو الثلاجه، خصوصا في الحال البارد بالاحسن انكم ما تدخلوش الثلاجه، لان غيولي قاصح بزاف وغادي صعب علينا ان نقطعوه، رغم انني انا غنوريكم واحد الطريقه اللي غتسهل عليكم، غادي تجي سهله باش انكم تقطعوه. بعد ما كينشف لنا الشوكولا ديالنا، كناخدو شي حاجه اللي هكا كنعبروا بها باش كيجيونا المربعات اولا المعينات ديالنا هما هادوك. كما كتشوفوا انا راني يعني حاولت انني نعلم في الاول قبل ما نقطع، باش هكا ما تجينيش شي حاجه كبيره وشي حاجه صغيره. المهم كيبقى هذيك الشيء على حسب كل واحد، كاين اللي كيعرف غير معين وميزان، وكاين اللي ضروري خصو يقيس باش انه يجي داك الشيء هو هذاك. وهنا كما كتشوفوا راه بديت كنقطع، ما صلحليش انني نصور معكم حيت ما عنديش سيبورا باش كنشد بها التصوير،
المهم هنايا هانتوما كما كتشوفوا كنحاولوا نقطعوا. في الاول قطعت مستطيلات، من بعد كنبديت كنقطع بشكل معينات. وبالنسبه للاستيس اللي قلت لكم باش انها تقطع لكم بسهوله، خصوصا في البرد، في البرد ضروري انكم اما تسخنوا الموس هكا شويه بالبوطه او بالبريكه، او لا ديروه في الماء اللي كيكون سخون بزاف، والاحسن انكم تسخنوه هكا بالبوطه، هو اللي كينجح زعما ما كيبردش دغيا، كيقطع لكم قطع بزاف وصافي. في نفس الوقت ما كيتهرس لكم الشوكولاته لانه كيهبط في مره. وهذه هي الرخام ديالي من بعد ما كتوجد، كنتمنى انها تعجبكم وتعجبكم حتى الطريقه لانها سهله بزاف، ما كتاخذش حتى الوقت، يعني ما كتاخذناش واحد الوقت بزاف في التحضير. وكنتمنى انها تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساوش انكم ديروا لايك وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها. بسلامه.